لما بعمل تغييرات متاخره بتزعلوا، لما بعمل تغييرات بدري برضه بتزعلوا. اكيد كولر ليه فتره مع النادي الاهلي، وتوج ببطولات محليه وافريقيه وكاس عالم للانديه، فبالتالي انه بقى حافظ بشكل كبير يعني وضع النادي الاهلي ايه في افريقيا. يعني كنا قلقانين في الاول لما جه انه اول مره يبقى في افريقيا، ولكن خلاص بقى متمرس يعني في افريقيا، فبالتالي كولر بقى حافظ كل حاجه، حتى ردوده حتى في المؤتمرات الصحفيه بقت يعني اكثر عقلانيه من الاول، بقى فاهم طبيعه الجماهير او الجماهير عايزه ايه بالظبط. بالظبط، حتى الجماهير. يعني في المؤتمر الصحفي امبارح لما اتسال من الصحفيين عن الشناوي ولا شوبير اللي هيقف جون، ضحك وما اتكلمش، ضحك وخلاص يعني. الاول كان لا يعني بيقول اصل الجمهور قال مش عارف يعمل ايه ومش هتعمل ايه، فبالتالي هو عدى مرحله تليفوني عشان لو عايزين تعملوا تغييرات. بالظبط. لا هو كان في ماتش من الماتشات في الدوري المحلي لما بيتسال على التغييرات انت مأخرها، يعني قال ان الجمهور قال طب انا لما بعمل تغييرات متاخره بتزعلوا، لما بعمل تغييرات بدري برضه بتزعلوا. فبالتالي انه لا بقى متمرس بشكل كبير جدا. لعيبه النادي الاهلي انت برضه بتتكلمي في خمس، يعني دي خامس نهائي على التوالي لعيبه النادي الاهلي موجودين في النهائي.